أبونا تلال تانيوس تلال المخلصي، أهلا وسهلا فيك باللبنان جيت، مدير دار الصداقة هالدار الكريمة. ياريت هيك بتخبرنا نبزة عن هالدار وأمتين توليت إدارتها وشو المهام وشو الخدمات اللي بتقدموها لأولاد المنطقة أبونا. أول شيء أهلا وسهلا فيكم بزحلة، زحلة مدينة المحبة، مدينة السلام، وأهلا وسهلا فيكم بدار الصداقة المؤسسة المخلصية الاجتماعية. نعم، دار الصداقة تأسست 1979 بالبداية بحوش الأمراء بزحلة، ومن ثم انتقلت للمنطقة اللي نحن فيها هلأ هون تحت اسم قرية الصداقة. هذه المؤسسة المخلصية الاجتماعية القرية أسس سيدنا عصام درويش مطران زحلة الحالي. بالبداية، بداية ميتم دار الصداقة كان مع أبونا حنا سليمان الله يرحمه والأب سيدنا الله يرحمه أندري حداد. أخذت عملها ووظيفتها ونهج التربوي والاجتماعي بشكله الحالي مع سيدنا عصام درويش، يلي أراد مع الرهبانية المخلصية أن تكون هذه الدار رسالة الرهبنة الاجتماعية في زحلة والبقاع، على غرار دار العناية بالصالحية بشرق صيدا، كمان المؤسسة المخلصية الثانية أو الأولى إذا بدكم التي تعنى بالعمل الاجتماعي بلبنان. إذن الرهبانية المخلصية حتى يكون عندها هيدا الإطار الاجتماعي إلى جانب عمل الرسولي، كان لابد من تأسيس عمل اجتماعي واضح. أسست بصيدة دار العناية وبزحلة دار الصداقة. بالبداية ليش دار مش عن عبث سموها دار؟ الدار تعني البيت، المنزل، المكان اللي بيرتاح فيه الجميع وخصوصي الأولاد، حتى يشيلوا عن عقل وفكر الأولاد الأيتام والحالات الاجتماعية الصعبة فكرة أنه نحن موجودين بالميتم. قالوا لهم الأباء المخلصين لا، أنتوا منكم بميتم، أنتوا بقلب بيتكم، بقلب الدار. دار الصداقة تأسست مثل ما قلنا بهذه المنطقة بزحلة 1979. سيدنا عصام فيما بعد أسس قرية الصداقة. قرية الصداقة النموذجية، حقيقة قرية نموذجية ممكن أن تدرس إن كان من خلال الشكل العمراني اللي انعملت في هذه القرية أو النظام التربوي اللي لأجله كمان عملت هذه القرية، يلي من خلال هذا الشكل أو النهج التربوي بنحاول نوصل بهيدا الولد المعوز أو المحتاج أو يلي بيعاني من صعوبات اجتماعية أو معنوية أو مادية أو لا سمح الله بيكون فاقد الوالدين أو أحد الوالدين، بنحاول نقول له نحن بمكان ما رح نجرب نكون مكان أهلك. يعني في شروط معينة لاستقبال الأطفال الأيتام أبونا بس بشكل مجاني؟ نعم، الأكيد ما في شروط. المعايير الموضوعة أنه نعم الولد يكون محتاج معنويا، ماديا، اجتماعيا، أهله منهم قادرين يقوموا بواجباتهم تجاهه التربوية والعلمية، والشق الثاني أنه يكون للأسف فائد أحد والديه أو فائد الوالدين. بيكون عندنا هذا الولد من عمر الأربعة للخمستعشر سنة داخلي. نعم، بالبداية ضمن هذه الفترة بيكونوا موزعين على بيوت، والمميز بدار الصداقة أننا نستقبل الأولاد والفتيات أيضا تعيشوا مش بس بنظام واحد، ولكن كمان تيكونوا تربويا ومعيشيا هن قراب من بعضهم، تنعلم هيدا الولد أو هيدي البنت أنه أنتوا ممكن بالمستقبل تكملوا الحياة من دون هيدي الحواجز، من دون الصعوبات، بتتعرفوا على بعض، بتعيشوا عيشة العائلة. هيدا اللي بنجرب ندور عليه يعني من خلال يعني طبعا من خلال مربين بالمية مية قدر الإمكان، من خلال مربين ومربيات أكيد، من خلال مرافقين اجتماعيين، من خلال مرافقين نفسيين. بنجرب، برجع بقول قدر الإمكان نكون محل الأهل، من الصعب أنا أو غيري يحل محل بي أو محل أم.
من الصعب الحنان والعطف والمحبة مهما كنا عم نقدمها ما حدا بيقدر يقدمها مثل الأم ومثل البي، ولكن منجرب قدر الإمكان. برجع بقول نكون عم نسد هذا النقص أو هيدي الحاجة تنصل بهذا الولد أو بهذه البنت إلى المكان الأنسب، نساعده بأنه يشق طريقه تيكمل حياته بشكل صحيح. هيدا بالقسم الأول. بالقسم الثاني أيضا دار الصداقة تعنى بمشروع حماية الأحداث المعرضين للخطر، حماية الأحداث اللي هن أعمارهم 14-15 حتى 18 سنة. حماية الأحداث كمان بيكون عندهم مشاكل بقلب بيتهم، مشاكل بالحي، بالضيعة، بالبيئة اللي هن عايشين فيها. وبنعرف اليوم شبيبتنا للأسف مع ازدياد الصعوبات المعيشية والاقتصادية والتعليمية وقلة الاهتمام يمكن بالعائلة وبالتربية، مشاكلهم عم تزيد أكتر وأكتر. منجرب نكون عم نرافقهم أيضا للي أعمارهم 14-18 حتى نوسطهم أقل ليخلصوا 18 سنة، إن كان للعمل أو للجامعة، يكونوا وصلوا لمرحلة يقدروا يقرروا فيهم فيها مستقبل أكتر وأكتر. نحن إن كان من خلال التعليم الأكاديمي مثل ما قلت من عمر 4-15 سنة بيكونوا ضمن تعليم أكاديمي، بتعلموا بمدارسنا، مدرسة مار يوسف حوش الأمراء أو بمدرسة يسوع الملك أو مدارس المنطقة، مدارس زحلة الموجودة. ولكن بنفس الوقت قرية الصداقة، الرهبنة المخلصية، حتى تعتني أكثر بهيدا الولد أو بهيدي البنت، كانت من أولى الجمعيات أو المؤسسات التي تهتم بالتعليم المهني. أسست أيضا 1984 مهنية دار الصداقة بالفرزول. فنحن وعم نشتغل مع هيدا الشاب، هيدي البنت، هيدا الولد، منجرب نكتشف أكتر الكاريزما تبعه، نكتشف مواهبه، إن كان مؤهل تيعمل التعليم الأكاديمي نحن منوجهه للتعليم الأكاديمي، إن كانت مؤهلاته أكتر، ما بدي أقول غير مؤهل للأكاديمي، إن كانت مؤهلاته أو موهبته أو الكاريزما تبعه بتسمح له يروح باتجاه التعليم المهني، نحن نفتح له هيدا الباب ليكمل تعليمه المهني. وهون كمان رسالة من خلالكم الحقيقة تنشجع عيالنا وولادنا يلحقوا التعليم المهني. التعليم المهني صعب منه سهل، والتعليم المهني هو أحد أهم أبواب المستقبل للبنان إذا حبينا نبني لبنان تجاري وصناعي بيقدر يقوم بحاله شبيبته ومؤسساته. نعم، ما في نصر خاطئ للتعليم المهني وكله بيجري بيواجه للأكاديمية للأسف، للأسف مع أنه هو له تقله وله وزنه بالمئة لنهضة الاقتصاد اللبناني. التعليم المهني هو شريك، ما بدي أقول أحسن أو أقل، هو شريك بالنجاح. ما في دولة بالعالم نمى اقتصادها وصناعتها وتجارتها إلا وكان التعليم المهني هو أحد أهم الأسس يلي تبنى عليه هذه الدولة على كل المجالات والمستويات. هذا بالشكل المختصر. وأيضا قرية الصداقة أو دار الصداقة تعنى بالنساء المعرضين للخطر أو النساء المعنفات. هيدا أحد المشاريع اللي دار الصداقة بتجرب تشتغل فيهم، تنتابع. برجع بقول للأسف في بعض حالات تعنيف أو مشاكل بقلب البيت، تنكون بالفريق الاجتماعي الموجود بدار الصداقة عم يتابع هذه الأم أو هذه الإمرأة تترجع من خلال برنامج لبيتها إن الله راد، وترجع تندمج من جديد بقلب المجتمع وتكفي حياتها بشكل السليم. بالإضافة للبرامج الرعاية الاجتماعية والتعليم المهني، برامج حماية الأحداث ومتابعة النساء المعرضين للخطر، في برنامج متابعة الولد ببيته. كثير من الأوقات بنشوف الطفل البنت موجودين ببيئة إلى حد ما هي بيئة مقبولة، أهل وضع المعنوي والاجتماعي مقبول، التربوي مقبول، المادي يمكن شوي ماشي الحال أو محتاجين، تما نجيب هيدا الولد لعنا ونحرمه من حضن بيه وأمه، لا، الأفضل وأكيد أنسب يبقى هيدا الولد ببيته، نجرب نأمن له الحماية أو الخدمة، المتابعة التربوية، مساعدة بقصة المدرسة، يمكن مساعدة صحية، مساعدة معنوية، مرافقة اجتماعية، مرافقة نفسية، يعني قدر الإمكان. برجع بقول تنكون حده. نعم.
طب أبونا كل هدول الأشياء اللي عم تعملوها من الممول ومن يمول؟ ربنا عرفت إنه كثير أشياء عم تعملوها كثير. نشكر الله. ما في حدا بيمشي بلا كثير يعني. الأكيد أول شيء ربنا، مهما كان عندنا قدرات من دون إيد ربنا ما بنقدر نعمل شيء. أكيد الله هو الممول الأول، ممول بمحبة العالم، بكرم العالم، المجتمع الزحلي. نشكر الله كمان مجتمع كريم ومحب وبحب الخدمة والمساعدة. نشكر الله وسيدة زحلي قدامنا دايما، مرافقتنا دايما. أكيد مع ربنا والعذراء الرهبنة المخلصية يلي هي راعية هذه الدار وأم هذه الدار، ما بتتركنا أبدا أمام كل حاجة، أمام كل طلب للدار، لأولاد الدار. الرهبنة المخلصية دار المخلص الحاضر الدائم بمساعدتنا، مثل ما قلت محبين كثر ومحسنين كثر من زحلي والبقاع ولبنان والعالم، هن إلى جانب هذه الدار. يمكن اليوم صعوبات أكثر عم نعيشها بلبنان والعالم الاقتصادية، خصوصاً هلأ كنتوا بهالظروف هيدي، يعني زادت إذا بدك المشاكل، زادت الهموم، زادت تقل عليكم. قدي اليوم عم تستنفذوا كل طاقتكم لتكونوا قدام هالمجتمع، ظروف مرض، ظروف وباء، ظروف اقتصادية، يعني اليوم أنتوا وين بظل هالمعنى؟ نحن مع العالم، ما بنقدر لنكون على جنب ولا بعاد عن العالم، نحن مع العالم. أبائنا المخلصين كانوا دايما يقولوا بالحرب الأولى وبالحرب الثانية، نحن وجودنا ورسالتنا إلى جانب هيدا الشعب. إذا عاش هيدا الشعب نحن بنعيش معه، وإذا لا سمح الله تعرض لخطر ولا سمح الله لموت نحن رح نموت معه. نحن ما نبعد عن العالم أبدا، بقلب العالم من ناحية الرسالة التربوية والمعنوية والمادية والاجتماعية أيضا. هل أنت متفائل أبونا؟ طبعا. نحن برأيك ما عم نعيش رؤية يوحنا حاليا وظهور التنين والمسيح الدجال؟ مهما عشنا من ظروف صعبة وضغوطات وتهديدات وخطر وحرب وقتل وتهجير، كله مزبوط موجودين. الكنيسة الأولى كانت عايشتهم، و2000 سنة لورا الكنيسة عايشتهم، يمكن اليوم عم نحس فيهم أكثر لأنه نحن عم نعيشهم، لأنه الميديا موجودة أكثر لتورجينا كل الخطر الموجود بالعالم. بس إذا ربنا بالنص يمكن نقلق، نحن بشر بالآخر بالمية مية، بس ربنا دايما بوسط شعبه وبوسط كنيسته ومرافقنا دايما. الأكيد ما ممكن يكون خلقنا إلا تيودينا على محل حلو. إلا تيودينا على محل يعني حلو. يعني أنت اليوم مؤمن أنه أكيد في أيام حقيقية طبعا للشعب وللعالم وللبشر ولل نحن أولاد قيامة، رح يكون لنا حدود، يعني ما في نسلة إلا من قبلنا. نحن أولاد قيامة، مهم نبقى متمسكين بالأمل، متمسكين بالرجاء، متمسكين بإيماننا، متمسكين بهالأرض. هيدي أرضنا، مش أمام كل نكزة بدنا ندور ونسافر ونرحل رغم كل الوجع. برجع بقول طبعا السفر انه دغري الاستسلام هيدا خطأ. نحن أولاد الأرض، إذا كل واحد بقدر كتير العالم وصعوباته ومضايقته وكل شيء عم تعيشه، ولكن كل واحد يفكر يترك أرضه يفل، لمين نترك الأرض؟ صحيح، لمين أخر شيء بتبقى؟ هيدي أرضنا وهيدي جزورنا. أنا مش عم بحكي أنا سياسي، بس واقع على الأرض بظل حكام بشكل عام دون استثناء مش سألني لا عن أرض ولا عن شعب ولا صح. عن يعني حب الدواء اليوم للمواطن أكيد. اللبناني غير متوفى حقه، يمكن يوصل لنقطة أنه خلص ما بقى فيها. مزبوط، هيدا هيدا الحق اللي عم قولي أكيد صح، ولكن كل هيدي الطبقة ما نحن اللي وصلناها. والحال نحن ما منعمم، الأكيد الخيرين كتار، النوايا الطيبة كتيرة. نعم. السياسيين الأفاضل كتار كمان بنفس الوقت، ولكن إما مأخودين أو مش قادرين يغيروا أو مش قادرين يحققوا الصح ويشتغلوا للخير، ولكن بالآخر الموضوع يعتمد بالدرجة الأولى على حكمة ووعي الشعب. نعم. على حكمتنا نحن اللي عم نقرر، نحن يلي لازم نكون عم نفكر أكتر
فلان لوين بده ياخدنا، هالبرنامج تبعه، هالنهج تبعه، هالحزب شو بيعمل، هالفكر، هالبيئة، هالمجتمع، كل هيدي الأمور ما فينا نغمض عيوننا ونركض وبعدين نقول لوين وصلونا. أسألك غير الأقسام، تكلمنا عن الأقسام، تكلمنا بماذا ينبع الصداقة. هلأ أسألك أديه عدد الموظفين هون وأديه عدد الأطفال الأتين الموجودين هون إلى جانب أكيد الأحباس والنساء وإلى ما هم هناك. بداية الصداقة أكيد تختلف الأعداد من سنة لسنة حسب الظروف والواقع أيضا، ولكن تقريبا نحن بدار الصداقة نهتم ما بين أطفال رعاية داخلية ورعاية خارجية وأحداث ونساء معنفات وتعليم مهني داخلي أيضا، تقريبا وسطيا حوالي 130 شاب وصبية أو ولد أو بنت. تشكر الله أكيد نشكر الله. نعم وعم تقدر تقوم بشكل أنا سلمنا حد هذا المحتاج. نعم. بقول هو محتاج يمكن يكون أنا محلات كثير محتاج لمحطته ولصلاته لأني عنجد أنا لازم أكون حده. نعم. الأكيد هذا الشيء بده كادر فريق وظيفي. نحن بقرية الصداقة عنا 8 مربين ومربيات هن اللي بيهتموا بالأولاد بكل بيت، في الأم للبيت المرة بتهتم بالبيت وتطبخ لهيدا البيت، كمان كل بيت موجود فيه أكيد، بالإضافة لمرافقين اجتماعيين ونفسيين، بالإضافة للفريق الإداري المحاسبي وغيره، فريق الصيانة والرجال بيساعدونا بقلب قرية الصداقة، والفريق التعليم الموجود بمهنية دار الصداقة بالفرزون اللي تقريبا يضم ما بين إداريين وموظفين وأساتذة حوالي 40 شخص كمان، يعني عم نحكي 70-80 شخص تقريبا. نحن هيدا الفريق وهيدا العائلة يلي بنجرب نكون بقلب هيدي الدار عم نخدم هيدي الدار. حلو أبونا، شو حالة مستعصية اليوم أو حالة معينة يعني مرقت اليوم معكم وأنت ما فيك تنسيها؟ الأكيد أنا بعد سنة وشهر على وجودي على رأس هذه المؤسسة، بالحقيقة ما بدي أقول حالة صعبة، بس كلمة التعزية اللي بتجيكي من شخص محتاج أو شخص كانت هذه المؤسسة حده أو ولد موجود بقلب القرية عم يتعلم أو تخرج بنجاح أو أم موجودة تصلي لأجل هذه المؤسسة اللي بنوا واللي أسسوا والمحسنين ودائما المخلص راعي المؤسسة، دائما شيء بخليك تتشجع أكثر تندفعي لقدام إنه إيه، إذا في ولاد عم تصلي، إذا في اختيارية عم تصلي، يعني نحن بقلب خير. يعني العناية اللي هي عطول مرافقتكم وحاملتكم لا تقدروا تقوموا بهالمسؤولية والفاق دائماً لأجل خدمة هذه النفوس بعناية ربنا، مؤسساتنا الاجتماعية الرسولية التعليمية دائماً دار صداقة من المؤسسات اللي بتعيش على كما بيقولوا هيك كمشة القمح وفنجان الزيت، أو دي كمشة القمح وفنجان الزيت، محبين الدار والمحسنين لهذه الدار هن اللي بيقدموها وهن اللي بيخلوها تنمى أكثر وأكثر مع كل صلوات المحبين. حلو، أولا بدي أختم بسؤال شخصي، محور أخي الشخصي، شو اللي جابك على تهنوت؟ سؤال حلو مهم. وشعور داخلي بالحقيقة لما تشوفي إنه الكنيسة دايماً بتقدم شبابها، فشي بيخليك تكوني مشجعة أكثر محمسة أكثر إنه أنا كمان بدي أقدم الحال بمحلات كثير منقصر، أكيد تنقصنا نعمة ربنا تندفش لقدام مش بقوتنا الشخصية، لأنا أو بحكي عن حالي بالذات بقوتي الشخصية ما فيني اثبت، بقوتي الشخصية ما فيني كمل، بقوة ربنا ايه كمل اكثر واكثر. اكيد عرفت انه بقوتك انا صغير، يمكن سنوات امي وبي هن حطوني هون اليوم.
صلاه قبل النوم اكيد بعرف رغم كل تمسكهم هيك فيي انا مرض صغير بقلب البيت، الحنان والحضانه والعطف اللي كانوا عاطيني اياه بس بتوقع. اذا بالبدايه ما كانوا راضيين كثير تأنيروا على الدير، ولكن انا موجود اليوم بفضل سنواته. اكيد لانت اليوم خيلك بفضل الكل، يعني بطلت محصول بعائلتك الصغيره، انطلقت لعائلتك الكبيره. كثر خير ابونا، الله يحميك والله يقويكم. وهي من كلمه اخيره. كلمة أخيرة بدي أشكركم، اليوم كنتوا بقعة ضوء عبر صدرنا حقيقة لنقدر نكفي بنعمة ربنا رسالتنا أكثر وأكثر. بشكر زيارتكم وإن شاء الله ما تكون يمكن هذه المرة الأولى بس ما تكون الأخيرة. بدي أصلي لهذا البلد للبنان الحقيقة. ربنا مريم عقرة أمنا طلب من هذه المحنة السياسية والاقتصادية والمعيشين. بدي صلي لشرقنا لبنان وسوريا وفلسطين والاردن كلنا سوا ربنا ينعم علينا بالسلام. بدي صلي لكل العالم حتى هالوباء هالجائحه يلي اسمها كورونا، ربنا يرحمنا برحمته ويخلصنا منها، نرجع نلتقى، نرجع نبتسم لوجه بعض، نسلم على بعض، نلتقى حتى مع بعض. حقيقة هيك لأن الإنسان ما بيقدر يعيش بعيد عن خير الإنسان. أبونا نحن بنضم صوتنا لصوتك وبنقول على أمل، بنقول يروح كل هالأمور اللي زعج الإنسان اللي إذا بدك غيرت له كل حياته وعاداته الاجتماعية وغيرها، على أمل أنه نوعى على وطن جديد وعلى غد أفضل من الغد اللي عايش. شكراً باسمي أنا أبونا طلال، باسم أبونا جورجي اللي هو موجود معي بدار الصداقة كمان، نساعد مع بعض في خدمة هذه القرية وهذه المؤسسة، باسم كل أولاد دار الصداقة والعاملين بدار الصداقة والأشخاص كلهم الموجودين بدار الصداقة للاستضافة الحلوة حقيقة. وإن شاء الله تكونوا دايما بوابة سلام ومحبة، ودايما بقول الإعلام واجبه كبير، أنتوا مطلوب منكم تكونوا انجيل جديد، صوتكم مسموع كثير، كلمتكم مسموعه ومقروءه. الناس اليوم كلها بتشوف الاعلام، فمطلوب من الاعلام يكون جريء وصاحب حق. بس يا ابونا خلينا نحن سررنا في هذا اللقاء. شكرا.